الطريق تحياتي الحاضرة باسم النادي الرياضي لبلدية مشعل سي ار بي ام وباسم سكان مدينة مشعل باسم فريق الصداقة الرياضي لولاية الشرفة باسم فريق تمليلي ولاية بشكنا نرحب بضيوفنا الكرام أشقاؤنا وإخواننا الذين جاءوا من وطننا الثاني تونس الشقيقة الذين هم كذلك في وطنهم الجزائر كما ترحب مسعد في اخواننا الذين جاءوا من بسكرا وليد جفا وكل الحضور الكريم كما نشكر حضور السيد حرفوش عبد الباقي رئيس المجلس البلدي لبلديه جلفا فهو مشكور على الفضل ونزلت سهلا والسلام عليكم ورحمه الله.